احلى شيء ان مدرب المنتخب طالع يتكلم كذا يشرح لك ويقول لك شو وضع المعسكر، وين فيه، وش وضع المصابين، ايش وضع الاعداد. هذه المعلومه الجميله اللي قاعد يقدمها لك مدرب المنتخب لكل المجتمع الرياضي من اعلاميين وجماهير، وناس قاعد يقول لك والله سلطان الغنام وناصر الدوسري تمارينهم كويسه بالكوره وبيدخلون في مباراه بكره، سلمان الدوسري مش لاعب بكره، وضعنا كذا، جاهزين لكذا، مرتبين كذا. المعلومه تمنع الاجتهاد. فيديوهات مثل هذه اذا يضايقكم وجود الاعلاميين انتم ارسلوا لهم هالمواد وتوصل المعلومه للجماهير الرياضيه بكل وضوح. ما في اكبر الان من هيرفي رينار مع المنتخب، هو المدير حق الليله كلها فنيا يعني. فانت تاخذ المعلومه من صانع الحدث داخل الملعب. اخذ تعليقكم على وضع المنتخب بعد الفاصل.